الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله أخواتي في درس السيرة الأسبوعي من كتاب جميل الرواية للشيخ خالد زار حفظه الله تعالى. وصلنا إلى أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، صفحة 28. صفحة 28 افتح الكتاب. صفحة 28 أولاده صلى الله عليه وسلم. وصلنا الصفحة. أولاده، نعم. طيب، يقول المؤلف حفظ الله: له صلى الله عليه وسلم من الأولاد ثلاثة أولاد ذكور وأربع بنات. طبعا كلمة ولد تشمل الذكر والأنثى، كلمة ولد تشمل الذكر والأنثى. احنا يمكن في العامية نستخدم كلمة ولد للصبي، زين هذا ولدي وهذه بنتي، طيب نستخدمها احنا للصبي للذكر، لكن هو في اللغة العربية كلمة ولد تشمل الذكر والأنثى، كما قال الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم، تمام؟ فكلمة الولد تشمل الذكر والأنثى. نفس الشيء كلمة الوالد، نفس الشيء كلمة الوالد تشمل الأب والأم. مثلا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام: الوالد أوسط أبواب الجنة، هذا يشمل الأب والأم، هذا يشمل الأب والأم. يعني إذا أحد يبي مثلا ذكر فضائل الأم أو مكانة الأم في الإسلام يذكر هذا الحديث، لأن البعض يظن أن هذا حديث الأب، لا، هذا الحديث يشمل الأب والأم. فكلمة الوالد تشمل الأب والأم، كلمة الولد تشمل البنت والابن، البنت والابن. طيب، له صلى الله عليه وسلم من الأولاد ثلاثة أولاد ذكور وأربع بنات، فأولاده من خديجة رضي الله تعالى عنها القاسم وهو أكبرهم، وبه كان يكنى، فكنية النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم، كنية النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم. وهذه الكنية في نهي عن استخدامها، في نهي عن التكني بها، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التكني بأبي القاسم. نتسمى باسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما في مشكلة، الواحد يسمي ولده محمد أو هو مثلا بيغير اسمه بيسوي محمد كرجل ما في بأس، لكن أبو القاسم، طيب هذا منهي عنه. لكن العلماء اختلفوا، هل هذا النهي مستمرا، هل هذا النهي مستمر أو مختصرا، كان مختصرا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ليش؟ لأن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لما ينادى النبي عليه الصلاة والسلام أو لما ينادى أبي القاسم قد يوهم، واحد ينادي أبو القاسم: لا، ما أقصدك يا رسول الله، فهذا قد يكون فيه شوية تنقيص من قدر النبي عليه الصلاة والسلام، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام: تسموا باسمه ولا تكنوا بكنيتي، ما نكتني بكنية النبي عليه الصلاة والسلام في حياته. فمن العلماء أخذ هذا على الاستمرار حتى بعد وفاته، ومن العلماء قال: لا، دامنا احنا نعرف العلة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التكني بأبي القاسم حتى ما يختلط ويصير فيه عدم احترام يمكن يستخدمها المنافقون للتحقير من النبي عليه الصلاة والسلام وحاشاه هو المكرم عليه الصلاة والسلام، فمنهم من اقتصر بها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، فالمهم يقول: وبه كان يكنى أو يكنى اللي هو ابن القاسم، ومات صغيرا، يعني حتى هذا قبل البعثة، ولد قبل البعثة ومات قبل البعثة، يقال أن عمره سنتين. وأصغرهم عبد الله، وهو الذي يسمى الطيب الطاهر. يعني يمكن تقرؤون في بعض الكتب
أن الرسول عليه الصلاة والسلام عنده من أبناء يعني الذكور القاسم وإبراهيم وعبد الله والطيب والطاهر أو المطهر. طيب ومنهم من قال لا، الطيب المطهر أو الطاهر المطهر هذه ألقاب لعبد الله، هذه ألقاب لعبد الله. فهو المؤلف هنا اختار أن أن أن, أن عبد الله هو نفسه الطاهر الطيب أو الطيب المطهر. كذلك مات صغيرا، وبينهما أربع بنات وهن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ولم يولد له من زوجة غيرها، ما في زوجة ولد النبي عليه الصلاة والسلام إلا خديجة. ثم ولد له إبراهيم بالمدينة من سريته مارية القبطية أو مارية القبطية يعني من مصر في السنة الثامنة من الهجرة. وفي الحاشية ماذا يقول؟ سريته أو جاريته. وذكر ابن عبد البر أنها توفيت رضي الله عنه في خلافة عمر في سنة 16، وصلى عليه عمر ودفنت بالبقيع. السرية أو الجارية يعني ملك اليمين، ملك اليمين، وهذا كما جاء في القرآن كثيرا، أو يعني جاء في القرآن أو ما ملكت أيمانكم. طيب فلها الملك اليمين لها أحكام في الشريعة موجودة في الشريعة. طيب وقد مات أو لا، طبعا ابن النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم مات عمره 17 أو 18 شهر، وسبحان الله اليوم اللي مات فيه صار شنو؟ صار الخسوف أو الكسوف، وصل النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف. فبعض الناس ظن أو خاف أن النبي عليه الصلاة والسلام يظن بعض الناس أن في ارتباط بين وفاة إبراهيم والكسوف، فتكلم عليه الصلاة والسلام قال أن الشمس والقمر آيتان، أن الشمس والقمر آيتان من آيات لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد. هذا طبعا من الأمور مهمة في العقيدة خواتي، من الأمور مهمة في العقيدة أن إحنا ما نربط قضية والله صار مثلا انفجار في دولة ولا ظهر رئيس ولا مات رئيس ولا ولد رئيس، نربطه بخسوف أو كسوف، هذا لا، من اعتقادات الجاهلية. شنو الاعتقاد الصحيح؟ أن هذا يحدث آية من آيات الله، وإذا شفنا هذا الخسوف والكسوف المفروض نفزع إلى الصلاة وإلى الصدقة وذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا طبعا فيه يعني قضية مهمة، أن الآن سبحان الله الكثير من الناس لما يصير هذا الكسوف خسوف يفزع إلى ماذا؟ يفزع إلى الكاميرا ويصور، يمكن بعضهم يراقب، يمكن بعضهم يعني بحطه عنده بالإنستغرام والأشياء هذه. يعني سبحان الله ابتعد الناس، أنا أقصد المسلمين، ابتعدوا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام خرج فزعا يجر ثوبه عليه الصلاة والسلام، وإحنا الحين نجد الكثير منه يصور ويضحك ويستانس ولا يهتم صلاة ولا بصدقة ولا استغفار. لا، لازم نتعظ أن الشمس والقمر آيتان، أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد. طيب ولاحظوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يطبق هذه الأمور على نفسه. أول شيء ما قال لا خل نسكت دامنا الموضوع مرتبط بولدي، لا أبدا عليه الصلاة والسلام. وقد مات أولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور كلهم وهم صغار، وأما بنات فكلهن أدركهن الإسلام وأسلمنا وتزوجنا، وكلهن توفينا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا فاطمة رضي الله تعالى عنها، فإنها توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، ولم يبقى من نسل النبي صلى الله عليه وسلم من عاش بعد إلا أولاد فاطمة. الفائدة شوي نأخذ بعض التفصيل عن أولاد النبي عليه الصلاة والسلام. النووي رحمه الله قال، هذا موجود في الكتاب، كان له صلى الله عليه وسلم 3 بنين، القاسم وبه كان يكنى، ولد قبل النبوة وتوفي وهو ابن 2 سنة، وعبد الله وسمي الطيب الطاهر لأنه ولد بعد النبوة، وإبراهيم ولد بالمدينة 8 سنة ومات بها 10 سنين وهو من 17 شهرا أو 18 شهر، وكان له 4 بنات.
الأولى زينب رضي الله تعالى عنها، من تزوجها؟ أبو العاص بن الربيع، تزوجها أبو العاص بن الربيع، وهذا كان متى؟ قبل الهجرة، كان قبل الهجرة. وهو ايش يصير لها؟ شنو العلاقة؟ ولد خالتها. من خالتها؟ هالة بنت خويلد. هالة بنت خويلد هذا يعني لما بعد وفاة خديجة بسنوات صار طق في طقة الباب الرسول عليه الصلاة والسلام مثل ما نقول حفز قلبه، اللهم هالة ذكرتها بحبيبته وزوجته خديجة رضي الله تعالى عنها. فيصير ولد خالتها ابن خالتها اللي هو أبو العاص ابن الربيع. وطبعا هنا في قضية زواج الأقارب، يمكن في ناس تظن أن في الشريعة هذا غير مرغب به، زواج الأقارب ما في مشكلة زواج الأقارب، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام زوج بنته حق ولد الخالة. طيب ولو تشوفون النبي عليه الصلاة والسلام وزوجاته مثل ما مروا يعني، لا في ناس من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام، يمكن بنت عمته أو يعني مثلا الجد الثالث الرابع. طيب ففي زواج أقارب، نعم في زواج أقارب، والله هو مرفوض شرعا؟ لا مو مرفوض شرعا، زواج الأقارب مو مرفوض شرعا ولا هو مرفوض طبيا. يكون أحد يقول طيب هو شرعا غير مرفوض، لكن طبيا مرفوض، مرفوض طبيا وصحيا عشان الأمراض الوراثية، يقول لا من هذا مو صحيح. أثبت أنت بالطب بالدراسة، طبعا ما نبي إحنا كلام عام، لأن للأسف في ناس يتكلم هكذا لما يشوف شيء في الشريعة. يعني ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله أن هذا أمر مطلوب أو يعني أمر غير يعني غير مرفوض أن الواحد يتزوج زواج الأقارب، بالعكس يكون في صلة، الواحد يقرب بين العوائل. وإحنا ما لنا شغل بالأمور الشاذة اللي تحصل. يمكن في ناس ماذا يقولون؟ يقولون إن لا تزوج من أقارب عشان ما تفرق بين العوائل. كل هذا يكون بسبب الفساد اللي موجود في أخلاق الأزواج والزوجات أو أهاليهم. ولا الأصل أن الزواج يربط العوائل، وإحنا هذا اللي قاعد نشوفه الحمد لله. يمكن مثلا أنا يعني ما في علاقة بيننا وبين أولاد عم جدي، لكن أنا لما أتزوج من أولاد عم جدي يعني حفيدته، لا تبدأ سبحان الله يصير عرس ويصير تقارب ويصير الحمد لله الزوارة وصلة الرحم، هذا الحمد لله هذا هو الواقع. طيب أما سالفة لا تزوجون الأقارب وهذا من الأمور اللي تعين على قطيعة الرحم. طيب ومثل ما ذكرت لكم الله يحفظكم أن طبيا هذا غير ثابت، سالفة أن مجرد زواج الأقارب يزيد من الأمراض الوراثية، لا هذا غلط. ليش؟ لأن يعني حاليا مثلا احنا عندنا بالكويت عندنا الفحص قبل الزواج، عندنا احنا اللي هو HIV والHBV والHCV اللي هو الأمراض اللي كفينا الشر الفيروسية، اللي هو التهاب كبدي سي والبي والإيدز، وفي شيء وراثي مثل الثلاسيميا اللي هي أنيميا البحر المتوسط، وفي أظن الأنيميا المنجلية سكلس الأنيميا. طيب هذه مو مرتبطة فقط بالأقارب، يمكن أحد من يمكن أنا بالكويت لو بتزوج مثلاً واحدة من أمريكا يكون فيها شو اسمه المرض، حامل المرض، ممكن يصير بالأولاد. طيب وين الأقارب هذا؟ فهل نمنع الزواج حتى من أي أحد في العالم؟ فهذه الأمراض وراثية، نعم وراثية، يعني أقصد في أمراض وراثية، نعم في وراثية، لكن هل إحنا إذا منعنا من زواج الأقارب راح نمنع الأمراض الوراثية؟ لا. طيب واحد يقول لك إحنا ممكن نقلل نسبتهم، نقول هذا يشمل الأقارب والأباعد، هذا يشمل الأقارب والأباعد. فالمهم أن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كان في زواج أقارب، أي نعم في زواج أقارب كان، مثل اللي هو أبو العاص بن الربيع. المهم أبو العاص بن الربيع ما أسلم أول شيء، وزينب أسلمت مع أمها رضي الله تعالى عنهن أجمعين. واحد ممكن يقول شلون؟ طيب هو ما يجوز أن المرأة المسلمة تمكث معه أو تتزوج غير مسلم؟ نقول هذا في بداية الإسلام، لما الحين ما نزلت كل أحكام الشرعية، يعني هذا الحكم أن ما يجوز للمسلمة أن تتزوجها غير مسلم، هذا جاء في المدينة
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. هذا وين؟ هذا في المدينة سورة البقرة. طيب فالمهم كان في البداية غير موجود هذا الحكم والله أعلم. المهم لما صار الهجرة هاجرت وهو ما أسلم. المهم بعدين شنو اللي صار؟ أسلم أبو العاص. طبعا هو دخل في غزوة بدر وكان بالأسرى وثم أطلق وما أسلم، فأسلم بعدين يمكن يكون في السنة السادسة أو الثامنة. في المهم بعد ما أسلم أبو العاص بن الربيع رضي الله تعالى عنه أرجعه النبي عليه الصلاة والسلام إلى زينب، إلى ابنته زينب رضي الله تعالى عنهما. وهذا طبعا قضية يعني سبحان الله مهمة، يمكن إحنا ما نشعر بأهمية هذه القضية، لكن هذه تكون القضية يمكن دارجة أو السؤال متناول في الجاليات. لما تسلم امرأة، يعني مثلا عندنا إحنا خادمة أسلمت، عندك خادمة في البيت أسلمت، طيب عندها زوجها هناك في الفلبين في الهند في سيلان، شلون؟ طيب ما خلاص تنفصل منه، تنفسخ العلاقة، لأنه ما يجوز حاليا نحن بالنسبة لنا الإسلام خلاص ما يجوز أن تبقى امرأة مسلمة مع كافر، ما يجوز لامرأة مسلمة يعني تمكث مع كافر. وهذا طبعا حكم شرعي لابد يعني أن يعرفنا هو المسلمات. ما يصير أخواتي أن امرأة مسلمة تعيش ويعاشرها رجل كافر، ما يجوز. لا مسكينة وما نبي نقول لها، ليش ما نقول لها؟ هو أهم شيء وأعظم شيء الإسلام. طيب أما أنها تعيش مع رجل كافر هذا الأمر ما يجوز، هذا الأمر ما يجوز. المهم شنو نستفيد من هذا حديث أبي العاص بن الربيع رضي الله تعالى عنه لما الرسول صلى الله عليه وسلم رجع له زينب لما أسلم، أن لو هذا الرجل ما أسلم أول شيء فشنو تنقطع العلاقة الزوجية بين هذه المسلمة وهذا الرجل الكافر، سواء نصراني وثني اللي يصير كافر. طيب حاولت تدعو الإسلام، دزت له كتيبات أو إحنا كلمنا ودعينا الإسلام، رفض مرة مرتين ثلاث. طيب بعد فترة قبل الإسلام والحمد لله هذا الزوج، كيف بالعلاقة؟ فمن العلماء من قال إذا دخل في الإسلام خلال فترة العدة، يعني المرأة تحتد أن هي أسلمت، بعد ما أسلمت قالت لزوجها أن ترى أنا أسلمت وترى ما يجوز أن يعيش وياك الحياة الزوجية إلا إذا أسلمت، رفض الإسلام، كلمت مرة مرتين ثلاث، عقب شهر أسلم، فالحمد لله خلاص يرجع لها، ترجع العلاقة من غير عقد ولا مهر. طيب فاتت العدة مثلا خلينا نقول ثلاث حيض، طافت الحيض الأولى والثانية والثالثة، جاء هو بعد سنة أسلم، فمن العلماء قال لا، هنا يكون في عقد جديد، خلاص طافت فترة العدة، كان في فترة أنه هو يفكر ويسلم ما أسلم خلاص، فهي الحين تعتبر أجنبية عنه ويجب عليه أن يعيد النكاح، من يطلبها من وليها ومهار ووليمة. ومن العلماء قال لا، دام أنها هي ما تزوجت عقبه، طيب يعني هي منتظرتها سنة سنتين ثلاث سنين، فيرجع من غير عقد جديد إذا أسلم. قالوا استدلوا بحديث أبي العاص بن الربيع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرجع زينب إليه من غير نكاح جديد، ولم يذكر نكاحا جديدا. طيب ورقية وأم كلثوم تزوجهما عثمان بن عفان، تزوج رقية ثم أم كلثوم وتوفيتا عنده، ولهذا سمي بذو النورين. فتزوجوا شيء رقية عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أجمعين. في غزوة بدر إن شاء الله كما سيأتي عثمان ما شارك مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، وحتى لاموه هذول الخوارج ومن شابه الخوارج، لاموا عثمان وعابوا على عثمان أنه لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. طيب والرسول عليه الصلاة والسلام أذن له لكي يمرض
زينب، عفوا رقية رضي الله تعالى عنها، وتوفيت زوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك زوجه النبي عليه الصلاة والسلام أم كلثوم، وكذلك ماتت أم كلثوم رضي الله تعالى عنهم عنهن أجمعين. وفاطمة تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهؤلاء بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تزوجهن من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فالمعروف اللي بقي من الأحفاد اللي هي أمامة بنت أبي العاص، أمامة بنت أبي العاص اللي بنت زينب رضي الله تعالى عنها، حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن هي مو بالشهرة مثل الحسن والحسين، أشهر الأحفاد أو الأسباط الصبط هو ابن البنت، ابن البنت يسمونه سبط، ابن الابن يسمونه الحفيد، اللي هو في الأسباط هو الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكذلك أمامة، الأمامة اللي كان يحملها النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، تخيلوا هو في الصلاة وهي أمة بنت صغيرة يشيلها عليه الصلاة والسلام. هذا طبعا من الفقه النبوي، إنه ما يضر الحركة اليسيرة، أنا عندي طفل أو أنت الياهل يمج، طيب يمكن يبكي، يمكن مثلا كل شوي يقترب ولا خايف يروح بعيد يلعب أشياء خطرة، تحملينه في الصلاة ولا يضر، ولا يضر. وقت السجود تضعينه بجانبك وبعدين تكمل الصلاة، إذا قمتي تشيلين. طيب حتى يعني الشوكاني، أظن الشوكاني رحمه الله، يرد على من يشد في قضية الحركة، يعني بعضهم حتى مثلا العمامة لو بتحركها ولا بتحطها يشدد، يمكن يبطل صلاتك أو يعني أثر على صلاتك. فشنو ماذا يقول الشوكاني؟ يقول حمل وضع العمامة أسهل من حمل أمامة. يعني يقول الحين أيه أسهل، سالفة أن أنا أخذ العمامة وأحطها على رأسي ولا أحمل الطفل من الأرض، أيه أسهل؟ أكيد العمامة. فيقول لهم أن ليش تشددون أنتم على وضع العمامة والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل أمامة بنت حفيدته أو أي نعم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طبعا ورد في فاطمة حديث عظيم في فضل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، إنها من الكمل الأربع. يمكن أحد كم حديث في خديجة، كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع، اللي هما خديجة بنت خويلد وآسيا بنت مزاحم ومريم بنت عمران وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهن. فهذا من الحديث العظيم في فضل فاطمة. وكذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عن فضل فاطمة، فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. هذا دل على شنو؟ شديد حب النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخلت عليه فاطمة يقوم. أنتم تعرفون يعني حكم القيام للقادم هذا منهي عنه، وخلاف العلماء هل هذا مكروه ولا جاء. طيب لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كانت تدخل عليه فاطمة كان يقوم لها ويقبلها ويجلسها مكانه. شوف شلون حب النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة. وكذلك هي كانت تفعل، إذا دخل النبي عليه الصلاة والسلام تقوم له وتقبله وتجلس مكانه. وهذا يدل على ماذا أخواتي الله يحفظكم؟ أن يمكن أنا كأبو ولا كأم، يعني البعض ما أقول لك يمكن كأنه شوية يكون فيه كبر، لا أنا أكون قاعد بمكاني بنتي ولا أيون يبوسون راسي وبوسون إيدي نعم يحترمون وكذا، لكن ما المانع؟ ما أقول واجب وكذا، لكن ما المانع لما بنتي تدش علي، حتى أنا هي كبيرة تزوجت عمرها 20-30، لما هي تدش علي أقوم وأرحب وأهلي فيها، ولدي لما يدش كذلك أقوم وتعال وتفضل أقعد مكاني، ما يخالف هو يقبل راسي وأنا أقبل راسي، شو المشكلة؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا. فهذه من الأمور والله التي ينبغي علينا نتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم، قضية التواضع والمحبة والألفة. يمكن البعض يقول وين ولدي كبر شلون أنا قبله، بنتي كبرت فشلة شلون قبلها. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل فاطمة
وجسها يعني يمكن يقبلها مثلا على راسها على جبينها وجسها عادي، هذه قبلة حنان من أب لابنته. طيب إذن فضل عظيم لفاطمة رضي الله تعالى عنه. وكذلك إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم له ذئرا في الجنة ترضع، لأنه مات في سن الرضاع. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وكم مات قلنا رضي الله عنه لما كان عمره تقريبا 17 أو 18 شهر، يعني سنة ونص تقريبا سنة ونص، فله ذئر في الجنة، يعني مرضعة في الجنة. وكذلك لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام دمعت عيناه بكى، فقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، رواه البخاري. فالبكاء غير محرم، أحد والله مات ولده، ماتت بنته، ماتت الزوجة، مات الزوج، مات الأب، الأم، الأخ، الصديق، يبكي يجوز؟ يجوز. لكن وين المشكلة؟ ها إن الله سبحانه وتعالى يعذب بهذا ويرحم. المشكلة باللسان، إذا صار في صراخ وعويل وكذلك إذا صار شق للجيوب وحلق. النبي عليه الصلاة والسلام لعن الصالقة والحالقة والشاقة، الصالقة اللي تصرخ والحالقة تحلق شعرها، والشاقة تشق جيبها، تشق ثيابها بكاء وحزنا على فراق هذا الميت. وللأسف هذا يعني موجود، الحمد لله أنه يعني بقلة أو خلينا نقول بندرة. يعني بالكويت يعني الحمد لله ما نلاحظ هذا، يعني اللي أنا حتى مرة واحدة يمكن أو مرتين صلينا على جنازة في المسجد، فكانت امرأة تصرخ بصوت عالي خارج المسجد، يعني درجة أن صوتها دخل إلى مسجد. طيب يعني الله يصبرهم وعسى الله يغفر لهم، لكن سبحان الله لابد أن الواحد يكون مستحضر هذه الأحاديث ويصبر، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الصبر عند الصدمة الأولى، إن الصبر عند الصدمة الأولى. فهذه من كبائر الذنوب، هذه من كبائر الذنوب. ليش؟ فيها اعتراض على القدر. القضية ليس بذاتها قضية البكاء والله أعلم يعني أو الصورة، القضية هذا البكاء لماذا اللي بصوت عالي شق الجيوب وحلق الرأس، هذا في اعتراض على القدر، فتحذر المرأة. طبعا كذلك الرجل، لكن هذا أغلب في المرأة، فيحذر الرجل والمرأة من هذا المحرم. طيب انتقل إلى صفحة 29، باب ما جاء من سيرته صلى الله عليه وسلم المباركة قبل النبوة. يقول مؤلف حفظه الله: أكرم الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ببعض مقامات الشرف والفضل في دينه وأخلاقه ومكانته قبل البعثة النبوية. فمن دينه أن عصمه الله سبحانه وتعالى من عبادة غير الله، محصوم عليه الصلاة والسلام حتى قبل النبوة. طبعا ما أقول قبل الإسلام، عمر رضي الله عنه يقول قبل الإسلام، أبو سفيان يقول قبل الإسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما يقول قبل الإسلام. لا، ليش؟ لأنه هو مسلم عليه الصلاة والسلام، ولد على الفطرة وعاش على الفطرة ومات على الفطرة عليه الصلاة والسلام. أما الكثير من الصحابة لا، يعني عاشوا، نعم ولدوا على الفطرة، لكنهم تغيرت فطرهم بسبب أبواه يهوداني ومجساني وينصراني. طيب فنقول قبل النبوة، ما نقول قبل الإسلام، طبعا نقول قبل النبوة. فديني أن عصمه الله سبحانه وتعالى من عبادة غير الله كعبادة الأصنام والأوثان أو غيرها من الشركيات المنتشرة بين العرب في زمن الجاهلية، أو حتى عاداتهم وأعرافهم مخالف الشرع. طبعا عندهم أمور كثيرة في الجاهلية، أشدها أسوأها أقبحها الشرك بالله، السجود للأصنام والذبح لها والنذر لها، هذه من كبائر الذنوب، بل هي أكبر الكبائر اللي هي الشرك لله، كما قال عليه الصلاة والسلام لابن مسعود: أن تجعل لله أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا
وهو خلق الدم. فهذه الصور الشركية اللي كانت موجودة عند العرب وكذلك كبائر الذنوب اللي كانت موجودة عندهم ما وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، والحمد لله عصمه الله من السجود للصنم أو الذبح لهذه الأصنام أو كذلك كبائر الذنوب اللي هو أدى البنات. بالعكس الواضح أن النبي عليه الصلاة والسلام فرح بالبنات. حديث جميل، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تكره البنات، حديث شيخ الباني ذكره رحمه الله من الحديث الصحيح، يقول لا تكره البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. للأسف إلى اليوم هذا نسمع من بعض المسلمين، ما أقول هو في جاهلية لا، لكن لما الحين عنده شيء من هذه الجاهلية اللي هو يتأفف إنه والله بنت ثنتين ثلاث، عندي خمس بنات، عندي ست بنات، ما عندي أولاد، ما عندي صبيان ذكور. ففي هذا النفس الجاهلي، طبعا ما أقول ما أقصد جاهلية يعني كابر كذا، لكن هذه في أشياء للأسف المسلمين ماخذينها من الجاهلية، مو معناته كفار لكن ماخذينها إلى يومنا هذا. سبحان الله قبل كم يوم يعني شخص زوجته تعبانة مريضة فيها يعني مرض سبحان الله صعب، فالأحسن أنه ما تحمل، والطبيب طلب أنه خل يعني تقوم بشيء حتى يؤخر الحمل يعني 4 سنين لأنه صار انفجار للرحم. وهذا الرجل لا، لأن أنا عندي 3 بنات و4 بنات إلا أبي صبي. طيب والبنت والمرأة والزوجة اللي تعاني من مرض الذيبة واللي تعاني من انفجار في الرحم كيفها؟ سبحان الله. والمرأة طبعا أحيانا تريد أن ترضي الزوج ما تريد الانفصال، فهذه العقلية لا لابد أن نتخلص منها، أو هذا التفكير لابد أن نتخلص منه. هذا يعني لاحظوا هذا الحديث جاء في البنات ما جاء في الأولاد، يعني في الصبيان الذكور. لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. وكم من الواقع نتعلم ونخبر البنت أنفع من 5 ذكور. كم مرة إحنا نشوف واحد يكون عنده بنت ثانية وثالثة يتضايق يقول والله كان زين يصير عندي ولد، لما يجي الولد يطلع له قرون. من العقوق التأخر الدراسي والمشاكل ويفشله، والبنات ما شاء الله قايمين في البيت وكذا. فالمهم أن نسأل الله سبحانه وتعالى دائما الذرية الصالحة. عائشة رضي الله عنها ما كانت تسأل لما يقولوا لها ترى والله فلانة ولدت وهذا رزق بولد، ما يقول ما تسأل صبي ولا بنت. احنا طبعا شنو سؤالنا أول شيء لما نقول لكم والله، أنا أقول والله حق زوجي والله ترى أختي ولدت والله بنت أخوي ولدت، على طول ها صبي ولا بنت. عائشة ما كانت تسأل، ما كانت تهتم سالفة الصبي أو أنثى، ما تهتم بهذا الأمر. لا المهم جاء صالحا صح، يعني صحة طيبة والأم يعني هذا هو المهم. طيب، فمن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يتمسح بالأصنام كما يفعل المشركون إذا طافوا البيت. حديث زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة كان يسمى زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن قبل كان فيه تبني، ثم جاء النص الشرعي بحرمة التبني، إيقاف التبني، دعوهم لآبائهم خلاص. لا اسمه زيد بن حارثة، زيد بن حارثة ما يصير تقول زيد بن محمد عليه الصلاة والسلام. نعم أنه هو تربى عند النبي عليه الصلاة والسلام وكان يحبه حبا عظيما. ومن ولد أسامة، عفوا من ولد زيد أسامة. أسامة شنو كان اسمه؟ الحب ابن الحب. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحب أسامة حبا شديدا، وكذلك يحب والده اللي هو زيد بن حارثة حبا شديدا. لكن خلاص أبطل الإسلام التبني، ادعوهم لآبائهم بس. فالمهم زيد بن حارثة مكانته عظيمة في الإسلام، أحد الشهداء غزوة مؤتة، بكى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة وثالث أخوات، من يذكر الثالث؟ هذا إن شاء الله راح يأتي غزوة مؤتة
لكن إذا في أحد يذكر ثالث ننشط شوي الذاكرة. نعم جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه جميعا بارك الله فيكم. طيب يقول زيد بن حارثة كان صنمان من نحاس يقال لهما إساف ونائلة يتمسح بهما المشركون إذا طافوا. إساف ونائلة طبعا منهما إساف ما ذكر لنا لكن يعني جاء أثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها تذكر أن إساف ونائلة رجل وامرأة فعل والعياذ بالله الفاحشة في الكعبة سبحان الله فمسخهم الله خلاهم حجارة لكن سبحان الله بعدين عبدوهما من دون الله. شوفوا شلون الفطر إذا تلوثت من إبليس ومن هذه الأوضاع الجاهلية مثل إحنا اليوم يعني سبحان الله في زمنهم كانت الجزيرة العربية أمية الغالب ما يعرفون القراءة والكتابة طبعا هذا ليس بعذر أنهم يشركون بالله لكن اليوم التعلم عندنا الروضة والابتدائي والمتوسط والثانوي والبكالوريوس والماجستير ونجد ناس تحتفل باللي يسمون هذا فالنتاينز داي. عجيب والله يا أمر المسلمين أو الكثير من المسلمين. طيب شنو قصة هذا الفالنتاينز داي؟ هذا شهيد الحب أو هذا كذا؟ سبحان الله معقولة أنت مسلم تؤمن بالله واليوم الآخر؟ أنت مسلمة تؤمنين بالله واليوم الآخر تنتظرين وردة من الحبيب؟ طيب هؤلاء المتخذين أخدان بالحرام أو يمكن تطلب من زوجها الريال ويا زوجته حلالة لكن ينتظرون هذا اليوم يقدم الوردة الحمراء والشنطة الحمراء والهدية الحمراء. طيب أمر عجيب ترجع للقصة تجد القصة فاسدة فيقتدي الناس بالفساق والكفار. فهذا يذكرون أن إساف ونائلة فعل الفاحشة في الكعبة. شوفوا شلون جرأة الناس أو نقول بعض الناس إن سبحان الله بجانب المسجد يتواعدون بل في المسجد والعياذ بالله. ليش؟ لأن يدرون هذا من الأماكن الآمنة. لكن سبحان الله في ناس طمس الله على قلوبهم. عسى الله يصلحنا ويصلح بناتنا وعسى الله يحفظ شبابنا. حرصوا أخواتي ندعو لأولادنا بأن يحفظهم ويحفظهم من المخدرات من المعاكسات من الدواعش من والله صارت فتن شبهات وشهوات. واحد يخاف على عياله من هذه الكتب المضللة ولا من هذه من الدعاة الخوارج والثورات وكذلك من شبهات الإلحاد ومن الأشعرية وكذلك من هذه الشهوات من المخدرات ومن الخمور ومن النساء وأمور عظيمة ما يحفظنا أو ما يحفظهم إلا الله سبحانه وتعالى. فلازم إحنا نلجأ إلى الله. شوفوا يوسف عليه الصلاة والسلام إلا تصرف عني كيدهم أصب إليهن. هذا يوسف عليه الصلاة والسلام. بعض المرات الواحد للأسف يثق بقدرته وبنفسه أبدا من يعني أنا بالنسبة لي أعتبرها من أقبح الكلمات الثقة بالنفس. أنا واثق ببنتي أنا واثق بولدي ولا أنا واثق لا تثق والله أنا مربيهم أنا مربيهم على القرآن أنا مربيهم كذا وكذا. طيب جزاكم الله خير هذا أمر واجب لكن الثقة بالنفس ضيعتنا. شوفوا يوسف عليه الصلاة والسلام قال لا أنا نبي ما عندي مشكلة حطوني ويا أجمل امرأة ما راح أسوي شيء. قال وإلا تصرف عني أنت يا رب سبحانك وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. سبحان الله اللهم اعصمنا من الزلل. يقول زيد بن حارث رضي الله عنه إساف ونائلة يتمسح بهما المشركون إذا طافوا فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفت معه فلما مررت مسحت أطوفا يا نبي عليه الصلاة والسلام مريت مسحت مثل ما الناس تمسح مسحت على إساف ونائلة. فقال لا تمسح. شوف شلون النبي عليه الصلاة والسلام من قبل البعثة لا تمسح. قال زيد فطفنا فقلت في نفسي لا أمسنه حتى أنظر ماذا يكون. بتشوف أنا يعني قد يكون رضي الله عنه بيتأكد بيشوف النبي عليه الصلاة والسلام يعني جازم على القضية هل هو كان يقصد المسح عليهم ولا أنا مسوي شيء ثاني. بتأكد
فقال لأمسن حتى أنظر، فمسحته فقال لا تمسه. أنا متونة، ايش فيك يا زيد؟ قلت لك لا تمسح لا تمسه، مو قايل لك؟ كل واحد يقول طيب ليش ما شالهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ احنا نقول يعني هي الموضوع راجع على إساف ونائلة. 360 صنم حول الكعبة، ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان من الصعوب مكان انه يصلي بعد، طبعا بعد الدعوة الى الله سبحانه وتعالى بعد النبوة. هذه في حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة الى الله. قال زيد رضي الله عنه: فوالذي اكرمه وانزل عليه الكتاب ما استلم صنما حتى اكرمه الله تعالى بالذي اكرمه وانزل عليه. البيهقي وحسن الألباني. وبعد ذلك قال: ومن ذلك أنه كان صلى الله عليه وسلم يحج على نسك إبراهيم عليه السلام لا على نسك قريش، توفيقا من الله، حيث كان أهل مكة لا يخرجون من الحرم. طبعا بالنسبة لما نأتي ونتكلم عن حج النبي عليه الصلاة والسلام، كم مرة حج النبي صلى الله عليه وسلم وكم مرة اعتمر؟ كم مرة حج وكم مرة اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ ننتظر إجابة. حج مرة واحدة، حج مرة واعتمر تسع. حج مرة واحدة واعتمر تسع مرات. أول علماء يذكرون أن النبي عليه الصلاة والسلام حج مرة واحدة واعتمر أربع عمر. الحجة هي حجة الوداع، والعمر اللي هي في صلح الحديبية السادسة اللي هو أخذ فيها حكم محصن لكن يحسبونها عمرة، وبعدين عمرة القضية، وبعدين العمرة السنة بعدها، والعمرة اللي مع الحج، فأربع عمر. لكن لما العلماء يقولون حج مرة واعتمر أربع، هذا يقصدون بعد البعثة، عفوا بعد الهجرة، بعد الهجرة. لكن لا شك النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة حج واعتمر، حج واعتمر قبل الهجرة. ليش؟ لأنه هو كان عايش في مكة. هذا الحديث ذكرناه، زيد كان يطوف عليه الصلاة والسلام، وكان لا شك كان يحج ويعتمر عليه الصلاة والسلام. فالمهم لما يقول العلماء أن حج مرة واعتمر أربع، المقصود بعد الهجرة، المقصود بعد الهجرة. أما قبل الهجرة فلا شك أنه حج واعتمر، الله أعلم بالعدد. طيب، يقول: حيث كان أهل مكة لا يخرجون، صفحة 30، حيث كان أهل مكة لا يخرجون من الحرم في الحج إذا سار الناس إلى عرفات، بل يبقون عند مزدلفة يقولون نحن الحمص. والحمص أو الحمص قريش ومن ولدت قريش، وسموا حمسا لأنهم تحمسوا في دينهم أي تشددوا. إذا سار الناس إلى عرفات، نعم، فلا نخرج من الحرم، لأن مزدلفة في الحاشية يقول إن مزدلفة من أرض الحرم وليست من الحل. أهل مكة سبحان الله الكفار يعني كما قال الله سبحانه عنهم يحلونها عاما ويحرمونها عاما، يعني يغيرون في الأشهر الحرم. أشهر الحرم محددة منذ أن خلق الله السماوات والأرض، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. شنو هي الأشهر الحرم؟ اللي هي شوال وذو القعدة، عفوا ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذول متواليات، ورجب بروحه رجب. طيب، فهم يغيرون، ليش؟ يبون يحاربون، يبون يغزون في شهر مثلا محرم، فيقولها محرم مو حرام، هو اللي بعده، فيجدمون يأخرون عشان شنو؟ يشوفون اللي يناسبهم، وما يحترمون حرمات الله سبحانه وتعالى. حطوا لهم قانون ان قالوا اهل مكه او عفوا القرشيون هم الحمص او الحمص، يعني الذين تحمسوا العباده، فهذول ممكن يطوفون ملابسهم. اما غير الحمص، غير قريش او غير الحمص او الحمص، لا، تبي تطوف تخلع ملابسك. الرجل المراه، اي نعم، الرجل المراه، تبي تطوف تخلع ملابسك، ملابسك انت فيها ذنوب وانت مسوي فيها
بلاوي فتطوف تطوف عريانا، أو تبي تستعير ملابسا من الحمص، تستعير ملابسا من الحمص وتطوف. لكن كان في شوية خلينا نقول ذرة حياء أو ذرتين حياء، إن الحريم يطوفون بالليل، النساء يطوفن بالليل أستر وقت الظلمة أستر، وتقول اليوم يبدو كله أو بعضه فما بدا منه فلا أحله. يعني تقول آه ترى مو المقصود أنا خلعت ثيابي أن أنا أريد البغاء، لا أنا أقوم بهذا تدينا أعوذ بالله. أي دين هذا يأمر بالفحشاء؟ أبدا رب العالمين ما يأمر بالفحشاء. في دين الله سبحانه يأمر بالعري؟ أبدا. لكن هذا الاعتقادات الجاهلية، وكذلك من اعتقاداتهم الجاهلية التي حرفوا فيها دين الله سبحانه دين إبراهيم، أن قالوا هؤلاء الحمص ما يخرجون من الحرم في المناسك. إحنا شنو عندنا المناسك؟ عندنا مكة، مزدلفة، منى، عرفة. مزدلفة من الحرم وعرفة من الحل. فيوم عرفة المفروض أن المسلمون يخرجون أو الحجاج يخرجون من يعني إلى عرفة. فهم شنو كانوا يسوون؟ يقولوا أنتم تخرجون إلى عرفة، أما إحنا القرشيون ما نطلع من مزدلفة. ليش؟ لأن إحنا الحمص ما نخرج من منطقة الحرم. هذا من لي بدنا من دين إبراهيم. طيب، فيقول جبير المطعم رضي الله عنه: أضللت بعيرا لي في الجاهلية فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، قلت هذا والله من الحمص، فما شأنها هنا؟ وكان هذا المشهد قبل البعثة. شفت هذه خواتي اللي هذا من الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة بل قبل البعثة. فشوف شلون جبير رضي الله عنه نستغرب هذا شو مكفى هذا من الحمص، شو مكفى في عرفة. لحتى فهم غيروا من دين الله سبحانه وتعالى من دين إبراهيم في مناسك الحج وغيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ثابتا على دين إبراهيم. توقف عند هذا الحد، ناخذ كم دقيقة إذا كان عندكم أسئلة. جزاكم الله خير، وصلي الله وسلم على نبينا محمد. إذا كان في سؤال، أظن توا كان في سؤال، هو الحج فرض في السنة السادسة، يعني خلاف، في علماء قال فرض في السنة السادسة، في علماء قال فرض في السنة التاسعة، خلاف عند العلماء، الله أعلم يعني. لكن يعني هو طبعا شنو أهمية ما أهمية معرفة متى فرض الحج؟ لأن هل يعني العلماء يذكرون هل يجب الحج على الفور أو على التراخي؟ ففي علماء قال لا يجب، ما يجب على الفور. ليش؟ لأن فرض في السنة السادسة وحج النبي عليه الصلاة والسلام في العاشرة، فالرسول عليه الصلاة والسلام ما حج على الفور. لكن ردوا عليه قال طيب السنة السادسة كان لما إذا أخذنا على قول أنه فرض في السنة السادسة، طيب ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع الحج؟ هو ذهب إلى عمرة ما أذن له، ما استطاع أن يدخل إلى مكة للعمرة، فأذن له في السنة التي بعدها ثلاثة أيام. فمتى صارت مكة بلد إسلامية؟ في السنة الثامنة، وعقبها أمر أبا بكر على الحج، فلما طهرها الرسول عليه الصلاة والسلام حج في السنة العاشرة. نعم، عندنا سؤال ولا؟ طيب إذا ما في سؤال نختم. جزاكم الله خيرا، وصلي الله وسلم على نبينا محمد.